يا ميت اهلين وسهلين، ويلكم اند 100 ويلكم. ابو جانتي كينج اوف تاكسي ان يور سيرفيس، وير يو ونت تو جو؟ خير سلامتك، شايفك تعبان، شو عم يجعان؟ ولا شيء، تعبان شوي بس. خد بالريقك معلم، بالريقك كاسة مي. شكرا. ان شاء الله صحتين وعوافية. والله مبين عليك تعبان، وين بتحب اخدك؟ والله ما انا عارف وين بدي اروح. مع ابجانتي بتروح وين ما بدك، نقي واختار، بدك على البرشة بدك على المطار، بس انا رأيي بعد هالعشوة التقيلة اخدك على البيت. صحيح ذكرتني، خد مفاتيح هالسيارة، بتلاقي بالتابلو شنطة ومفاتيح، جيب لي اياهم الله خليك. اي وحدة معلم؟ هاي السيارة هذيك اللي عم تدور. ايه حاضر، اعطيني المفاتيح. على راسي. خزيت العين وما شاء الله. شو السيارة؟ شوف كم زر فيها. لشو كله ندور؟ يا ترى فيها مسجلة؟ ايه معلم. ايه بأمرك، معروف البناية وحضرتك معروف. تسلم. ثواني بيكون عندك. أمرك. عماد. عماد؟ ايوه معلم ايوه. لك وينك لهلا؟ الطلبات لفوق راسي. وين الطلبات؟ ما لا بلا غلاظة، شو صار معك؟ هو وكيلك يا معلم ما تاخذني، تاخرت لانه شفت قطة صارت تقول لي نياو نياو نياو. انت لحقت، انا جبت له علبة طوم، صار طلعت على حيط، لحقت على الحيط انا، قام طلعت على حيط ثاني، بعدين حيط ثالث، بعدين حيط صار عالي كثير، بتاكلت علبة الطوم انا ونطيت اجيت على الجسر، اخذت تاكسي ورجعت لك. كلهم بيعرفوا الشور فيزن. عماد عماد، فور سيزن، فور سيزن اسم المطعم مالك حفظانه. شو شرطني؟ ها لا على كيفه. هاي الطلبيه بتوديها للبنايه اللي باول الحاره. وين؟ عرفت الفيلا اللي ورانا. عماد ببوس ايدك، بنايه وباول الحاره. هذا زبون قديم، ما تخجلني معه. ايه لعيونك ما بخجلك. يلا لك وين رايح؟ رايح اجيب الطلب. خذ الطلب من جوا. ايه والله الطلب من هون مضبوط. شرف معلي، ما شاء الله، الله يبارك لك بهالسيارة، فيها شي 5500 زر من جوا، فكرتها طيارة. أنا رح أطير شوي تاني لك، شلون تفهم عليهم هدول؟ والله بدهم شهادة لحاله. بعدين عدم المؤاخذة يعني لو كترت غلبي معلي، يعني حدا عنده هيك سيارة بيتركها بيطلع بتاكسي؟ أنا لما بكون تعبان ما بسوق. خذها قاعدة، بهالبلد اللي بيكون تعبان ما بسوق. خسد تعب. أنت قل لي وين بدك تروح وأنا بخدمتك. In your service. والله لساتني محتار، ما بعرف اذا بروح على البيت ولا ما بروح. خلص خدني على البيت، روح اول جسر خد يمين لعيونك. عم بركي قطعت فيني الكهرباء. وليد والله جينا بهستير من الاشباح عاملين، شو ما بطلع على الاسانسير. شو بدي اوصل له يا هون؟ مرحبا يا اخ، السلام عليكم. عبيدنا في جارك اسمه هون سالم اسماعيل. ليك بحياتك ان شاء الله، مكتوب بالاجنبي اسمه. هو ساكن ب 43 طابق. اعطي اياهم انت الطريقه. وات يو سي؟ لك الله وصى صار يا جارك، ان شاء الله حدا يوصل لنا هون. الله وصى صار، يعني بدون هذا يكون بينه وبين جاره شي 30 طابق، ما راح اقبل اخي. يعني غير اتصل فيني، يعني بيكتبوا رقمه كمان. اي صفر
ايوه السلام عليكم. مرحبا معلم، شلونك؟ انا الدفريلي تريفلي واقف تحت عند القصر المصير. ايه جبت لك الاغراض، انا مبعوث المطعم. هي نفس الطلبيه تبع خاصه هي بالفطر. ايه انا عم استنى تحت الزيت خذون الاغراض عند القصر المصير. لا شو اطلع انا، ما بحب ما بطلع انا. ولا اقول لك اسمع، لقيت لك حل انا عمي. بدك تنزل حبله، سلم الحبله من برا، عرفت شلون؟ من الطابق تبعك لتحت، انا بحط لك الاغراض بالسله، بترفعهم وبتنزل لي المصاري بعدين. طيب لك يا عمي انا. طيب روق روق لك، لقيت لك حل عمي. هلا انا بفتح الاسانسير، بحط الاغراض بقلب الاسانسير، وبكبس على هي رقم 43 على الشقه تبعكم. بيوصل الاسانسير لعندك، بس انت اطلع من باب الشقه استلمه. من دون ما اطلع انا، ايه. لا اخي انا بخاف من الاسانسير. يلا راح احط لك يا عم. ماشي سلام. اطلع من الاسانسير. هذا قوي. هذا قوي. هذا قوي. معلم كمال. يا معلم كمال قوم قوم، هبطنا بسلام على مطار بيتك. تفضل. صح النو وصلنا. ألف بس والله ما معي صرافتها. هي معك أصغر منها؟ هاي لك بس والله كتير هيك يا معلم. أنت بتستاهل. الله يخلينا ياك يا رب. يسلموا إيديك. شكرا. لوين جايبني؟ على البيت. مو أنت قلت لي خدني على البيت؟ أنا أجيت على عنوان بس لأنه حضرتك نمت ما حبيت فيقك. إذا غلط منروح. حدا بيجي على البيت بهالحالة هاي؟ شو بدك تخرب لي بيتي؟ أعوذ بالله. لا شو خرب لك بيتك، استغفر الله العظيم. رجع رجع. لوين؟ خدني على الفندق اللي كنت فيه. ايه بأمورك انا. بس يعني عدم مؤاخذة معلم كمال، يعني لا تعتبرها تدخل مني. يعني ليش طالما انك تعبان ما بتفوت على بيتك وبترتاح؟ في حدا بيرتاح ببيته؟ شو مجنون انت؟ شلون هي؟ والله انا برتاح ببيتي. الله وكيلك ما بصدق كل يوم امتى فوت على البيت وارتاح. انت متجوز شي؟ لا. مشان هيك بترتاح. وكما عم قلكم انه هذا الوطن هو عبارة عن شلون غيمة على فوق الجميع. يعني مثلا اذا شتت هالغيمة على كل هالناس تمام هذا وطن، اما اذا لم شتت لهون وشتت لهون شوي وهون ما شتت بنوب هذا لا وطن. هاي بسموها دجناتية. دجتانية شنو؟ الدجتانية منين اجي؟ بيسوق عنا اسمه الجزماتية. في جلد هذا بيربطوا الجلد مع بعضه وبعدين بيشوف ليش هيك بيطلع مثل شكله مثل الدجتانية. الله الله، على حالة الربط بين الوطن والحالة المناخية. صح، المناخلية كمان سوق عنا هذا بيبيعوا فيه غرابيل مشان يغربلوا الرمل لحال، الحصى لحال، الحصى الكبيرة لحال، كل حتى الحنطة والشعير وهذا كله بيغربلوه كل شيء لحال. يعني هي كل منقل في مناخيل كبيرة. ايه مالكم يا عم انتوا اثنين ملخبطين الدنيا ببعضيها كذا، مطر وغيم، في ايه؟ يا اخي اذا انت مش قادر ترتقي الى الكلام اللي بيقوله الاستاذ عماد يا اخي اسكت وتعلم. والله ما فيش حاجة ودتنا في داهية الا الكلام ده. احنا كل احنا عايزينه القانون يمشي على الكل، ما فيش لا خيار ولا فقوس. احسن، الفقوس هو سبب كل المشاكل، لانه بالدنيا في عندك خيار وفقوس. هلا ما يكون في موجود فقوس موجود خيار، هذا بده يقول له الخيار بعيد وهذا بده يقول له بعيد هيك، عم يعجنوا مع بعضهم البعض، عم يصير معك سلطه بالاخير. هون فكريا لما بتنعكس المساله على بتنفقس اخي بتفقس. والله ما بعرف هي شلون بالضبط ليش كيف كمان، هي بدها قاعده لحالها. الله اكبر الله اكبر. درر كلامك درر يا اخي، هذا الكلام لازم يتوثق في التاريخ، وانا توقيعي
ان التاريخ ينطلق من هذا المكان. تاريخ ايه وجغرافيا ايه؟ انتوا اتنين يا اما مجانين او مجانين، مفيش خيار تالت. صباح الخير، راح نام. شايف شلون حتى هو عم يقول خيار؟ شلون هلا هو كان ضد الخيار، شلون فجأة عم يحكي عن الخيار؟ سيبك منه يا اخي، ده مش فاهم حاجة يا اخي. كمل كمل، سمع لي الكلام الحلو التاريخي ده. لا بدي احكي لك عن شغلة تانية. اي وهم صار الجريمة ليك؟ أي جريمة؟ إيه؟ شكله ما حد عدى على هالسلام من المرة. خلص أبو جان تحرمت توبة. يعني علي بوسة منيح للتوبة بدي اسمع رنتها بوسة؟ أيوة هلا شوف على مهلك على مهلك يا يا كمال على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك هدي 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 شوي شوي. وين رايك؟ نحن هنا استنى شوي تسمعني شوي الحق مشان نجلس له لك عندي شوي لك عندي هدي 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 لا يا كمال يا كمال روح شوي شوي لك عندي روح تختنق هيك بتنشني هدي هدي ليتي رح نيمك دقيقة هلا بتنام روق هدي هيك قلنا شو هالزر هذا المحلي لك يا كمان بس كمان راعني عليك يا عيني عمري يتلا هات القرص بس روق أنا ليك وين راح هيك ليك هيك يا سيد كمال هيك ها هيك ريح قرب 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 شوي يا عيني عليك يلا جاي لك انا ما متاخر عليك ماشي يلا علم كمال تليفونك عم يرن تكامل انت وين التليفون ايها ليكم يمكن هي المدام عم تستعوق معلم كمال هي المدام يمكن عم تستعوقك يا معلم كمال المدام مدام؟ ايه خلود وخلود اسم المدام خلود؟ خلود حلو خليها تيجي خليها تجي هلا كنت عامل لي فيها توبه وما توبه على اساس ماشي الو اهلي خلود لا انا مو سيد كمال فيك تقولي عني يعني مدير اعماله ليوم واحد
السيد كمال حاليا بالطيارة وما فيك تطلعي معه لأنه سكرنا البوردينج. ايه مزبوط بجلوريا، بس عنده اجتماع. انت شو عرفه؟ لا ما شو عرفه انه نحن هون هي؟ مين وهي كمان؟ هلا هي اكيد المدام. يا معلم كمان المدام هي المدام هالمرة. معلم كمان سحر مو سحر اسمها المدام؟ سحر سحر حلو خليها تيجي حبيبي. أهلين أنسة سحر. لا أنا مو كمال، محسوبك أبو جانتي مدير أعمال السيد كمال لمدة 3 ساعات. سيد كمال بالحمام. بجلوريا. ايه بجلوريا. شو يعني بجلوريا ما في حمام؟ كان عنده حمام وفات على الاجتماع، قصدي كان عنده اجتماع وفات على الحمام. ليك لك شو مركبين لنا جهاز تعقب هدول؟ شو عم يعرفوا انه نحن هون؟ يا اخي والله يا استاذ عماد الحب حاجة صعبة يا اخي. شو صعبة؟ الله وكيلك عم حس انا كأنه كل شوي وشوي يعني حدا عم يضربني بهي هي المعكفة اللي بيلعبوا فيها بالطابة صغيرة ما بتطير بعيد تنزل بالجورة بيرج راسي بعدين هون في قلبي بيبي والله كل يوم عم موت 100 موتة. الله وكيلك لازم نعمل حد لهذه المسألة لأنه ما فينا نخسر عقل مثل عقلك عقل عربي عظيم يا أخي. الله يشوف لازم يصير هيك ولا لا حيخسرني الوطن العربي أنا. هاي لازم نعمل حل. أنا أقول لك شنو الحل، لازم تتزوجها وتيفها هنا عندك وتفرغ لعلمك وأبحاثك يا أخي. فعلاً أنا لازم انفرغ للانفراغات اللي عم تحكي عنها لأنه ليش هلا يا حبيبي مهما يكن. لا طيش ساعدين تحكوا في المواضيع بتعبكوا دي. لازم نتزوج عماد. نجوز عماد؟ نجوز ونجوز أبوه كمان. تعشقني يا عماد ولا إيه؟ بحبها لو تعرف قد إيه بحبها، ولو ما جوزونيش إياها سأرمي نفسي في النيل. يا عم النيل ده عندنا إحنا. ما دخل كل شيء حاك. شايف يا عماد؟ شايف الخلط الجغرافي؟ يا عم خلط إيه بس أقعد أنت ساكت خلينا نسمع الحكاية كلها من أولها. قول يا عم. أنا هحكي لكم الحكاية من طقطة لسلام عليكم. مين عم يدق كمان؟ مين ما عم تروح؟ شو متحمرة بزفت؟ مين ما؟ ما في حدا. وينه؟ مين هذا؟ مين هذا؟ مين هذا؟ وينه كمان؟ طولي بالك عنده اجتماع ضروري جوا. منو اجتماعها؟ وشو القميص هذا تبعه بإيدك؟ إيه قميصه بإيدي؟ إيه والله إيه لأنه غيرنا له قميصه الأولاني كان عنده اجتماع طويل وعرقان مو ظابط الشغل فبهدلنا أعماله لبسناه قميص سماوي بداله وبيطير العقل. بعد هيك بدي أشوف وشوفه. طولي بالك ما فيك لا بدي أشوفه كمان بس لا أعرف مين أنت الأول. أنت خلود ولا سحر؟ سحر؟ ولا هلأ أنت مين يا سحر رجع يحكي معك كمان؟ وعمول ليش مطنشني يا كمان؟ شو كمان؟ طولي بالك لا مطنشك ولا شيء، أنت فهماني غلط. هو قال لي خلود اذا اتصلت خليها تجي سحر لا ترد عليها. يا سلام يعني ما بدها تخليني فوت هلا؟ انا فيني امنع وحده بغايه الجمال انها تفوت لك والله على جستي بتفوتي لجوا انت بس انا من شانك اذا فتي لعنده عنده كل هالزلم جوا هلا بده ينجاز منك. انا برايي فوتي لجوا تعدي تستنيه معززه مكرمي اول ما خلص الاجتماع انا بجيبه براسي لعندك كرمالك بس ناظرتك كمال جوا لك يورني اللي بيفهم انا وين من هون. يلا شفتين يا اهلا وسهلا. ما قلتي لي شو بتحبي تشربي؟ ما بدي اشرب شيء. لا ما بصير. لا عمي ما بدي اشرب شيء لك افتح الباب. تفضلي تفضلي هدي لي حالك. اهلا وسهلا. Wow.
هي سحر. اهلين وسهلين بالست سحر. سحر، هاي سحر، اكيد شي وحده جديده. وينه كمال؟ هلا هلا بدي اشوفه، بدي اعرف شو اسم سحر هاي. حاضر حاضر، اساس كمال عنده اجتماع ضروري. عنده اجتماع ولا عنده هاي الست سحر؟ طولي بالك طولي بالك طولي بالك، عنده اجتماع ما فيك تفوتي، ده عنده الله وكيله. انا هلا بقول له انه حضرتك موجوده هون عم تسالي عنه. ليش قميصه معك؟ قميصه لا الله، ليش بنسى قميصه انا؟ ايه لقلك ليش؟ لانه هو مل من القميص الابيض ولبسناه قميص اصفر طالع عليه بيطير على الخاطر بالمطار. طيب انا بدي اشوف هالقميص الاصفر كيف حالك. لا ما بصير تفوتي هلا لعنده لقلك ليش؟ لانه مفاجأة تارك لك يا هو، انا هلا بجيب القميص وبجيب لك اياه لعندك، تفضلي لعندي تفضلي، تبارك الله عليك تبارك الله عليك. ايه يا مرحبا يا مرحبا، تفضلي. تشرب شي حاجة؟ لا ولا شي مرسي. ولو؟ ولا شي. تفضلي، تبارك الله. هلا حبيبة، هي الكبيدة. لا